انا خدمت امت في 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 بعثة المراقبين في سوريا، وحملت الملف السوري على كبرى على كل المحافل، واؤكد لكم انني كنت اول من اطلق وسمى ما يحدث في سوريا جرائم حرب، وهي التي سميتها انا من خلال حوار اجرته معي قناة او اجره معي تلفزيون السويسري تيسار، واستمعوا ما قلت. Et c'est dans ce contexte que nous vous proposons ce soir d'entendre un témoignage rare, c'est celui de l'un de ces observateurs envoyés en Syrie, Anwar Malek, qui était à Homs en décembre. Depuis, il a démissionné. J'ai vu la mort, des assassinats d'hommes, de femmes, d'enfants. J'ai vu des chars bombarder des villes. J'ai vu des enlèvements, des prisonniers torturés. J'ai vu des cadavres empilés dans des hôpitaux. Dans un hôpital militaire, j'ai compté plus de 100 cadavres décapités, mutilés. Ce qui se passe en Syrie, ce sont des crimes de guerre. Après quelques jours sur le terrain, Anwar Malek a le sentiment que les autorités syriennes font tout pour entraver le travail des observateurs. Pire, il accuse la Ligue arabe elle-même de rester silencieuse sur les crimes rapportés par les observateurs et de faire pression sur le chef de la mission. Malheureusement, tout ce que nous avons vu ne figure pas dans le rapport de la mission. J'ai vu des copies du rapport. Rien de ce que nous avions décrit sur la situation à Homs ne figurait dans le rapport final. Les rapports ont été falsifiés par les rapporteurs des groupes. Le groupe auquel j'appartenais était dirigé par un colonel des services secrets soudanais qui avait été désigné par le chef de la mission, le général Al-Dabi. Ce sont des gens favorables au régime syrien. Le 6 janvier, Anwar Malek démissionne pour ne pas être instrumentalisé par le pouvoir syrien. Un départ alors critiqué par la Ligue arabe. وبعد ذلك زرت كثير من العالم. عملت محاضرات في كل الدول، التقيت مع مسؤولين في الغرب والشرق. حملت سافرت الى كل العالم وانا واوصل صرخة السوريين، لكنني وصلت الى نتيجة حقيقية ان القضية قضية مصالح. وأنه المجتمع الدولي لا يريد تغيير نظام الأسد، وأن سوريا عبارة عن حلبة لأجندات وصراعات أخرى غير التي نراها، وغير صراع شعب مع نظام مستبد، غير هذا. هذا هو الظاهر، ولكن تحت هناك أشياء أخرى يجري استعمالها. هناك الدول التي تريد استعمال الشعب من أجل أشياء وتستعمل مطالب الشعب المشروعه، بلا ادنى شك ان مطالب الشعب السوري مشروعه، وما قام به الشعب السوري مشروع جدا، وما تعرض له هي جريمه بمعنى الكلمه. حقيقه، هذه حقيقه، ولكنه جرى الاستعمال بطرق مختلفه. نعم، عندما غرقت سوريا في حرب اهليه داميه، وتكالبت عليها قوى الشر من كل العالم، وتكالبت عليها الارادات الدوليه والاقليميه، هي ماذا حدث؟ أول من دفع هو الشعب السوري الذي أصبح بين لاجئ ونازح وجريح ومفقود وقتيل، وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أنه هناك قوة أخرى، قوة دولية متواطئة، وهناك أيضا القوى الأمنية تواطأت مع الأسد، ولم تبقى إلا القوى الشعبية التي حاولت أن تصنع قوى أمنية لها خاصة بها، فوجدت نفسها تغرق في ميليشيات وتنظيمات وأمراء حروب وتنظيمات إرهابية التي صنعها نظام الأسد ومخابراته وصنعتها إيران. إذن هنا نتعلم، وعندما أتحدث عن هذا الأمر فأنا أتحدث من منطق تجربة. إلى أين وصلت سوريا؟ ها أنتم الآن في فترة معينة عندما بدأ الحراك الشعبي، عندما رأيت أن نفس الطريق، نفس المنهج، نفس العقلية، نفس الخطاب يريد أن يأخذ الجزائر إلى هذا الطريق، ماذا قلت؟ قلت لا، يجب أن يتوقف هذا الأمر، يجب أن يتوقف هذا الظلم، يجب أن يتوقف هذا المخطط، لأن هذا مخطط خبيث يستغل حقوق الشعوب وحقوق المواطنين المشروعة من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة.